كلمة تزيدوا ترهبوني وتهدوني بالعكس تزيدوا تقوّوني اوكي ليبيا اليوم دولة ارهاب سبب العلة هم الاخوان كثر القتل من دون اسباب صافين الدم من غير ربان برنيجي كولومبيا ولا فان بغازي الاولى في الاجرام افهم شلي صار والمناضل توا خدين مالي يقتل في البلاد دور متى يا دليل لما تكون مرشد فساد وما تعرف من العميل غرياني مفتي الديار عاصي موالي لاسرائيل يعرف بس يولع النار في الفتنة ما لا مثيل قطر اخواني فاسد خاين يتظاهر بعلم الدين والسلطة تمت بقوة قتل خطف اغتصاب مش مصدق الجو بنغازي منبع الارهاب ما في حد يطيب نومك اليوم نبكو على اصحاب بنغازي بلاد المافيا جاوبني على الاسباب ليش بنغازي تمت هيك وعميتو فيها الخراب جريحة المن تبي تشكي كيف الدار من غير باب من غير باب دولة ارهاب كوميشة من فساد حكمونا باستبداد باستبداد ولاد بنغازي مسكر فمه والدم مغرق التراب وظف بلادي كئيب هالضعيف ما يحترموا حتى الشيء دولة ارهاب كوميشة من فساد حكمونا باستبداد ولاد بنغازي مسكر فمه والدم مغرق التراب وظف بلادي كئيب هالضعيف ما يحترموا حتى الشيء ام الثوار ما زالت تبكي وتنادي بروح الشباب الناس توا راهي انقسمت من سياسة الاحزاب ومصراتها مع الاخوان والدروع والاركان بنغازي توا انهزت وسرقوا حق الارسال لما تقول انت الحقيقة في الدولة تطلع غلطان والعين اليوم يهدد الله يرحم ايام زمان كل واحد ينحط بحجمة ما تنسى سرقة الرشمة وين كنتم ايام الرتل في قريون سوى الهجمة والعقيلة في اول طلعة وصلنا برض الامجاد شفت الفرق شفت السرعة في برقة ارض الجهاد مصر تدور في الصدعة اما نحن ام نعناد اما نحن لعناد نحن ما نبوها هكي لك يزيدوا بالصراع اما برقة سقع عليك اما سيتو سيت اللماع تب الثروة بين يديك اما تخدوا فتنة بابداع من برقة المداد يجيك ام الحدوتي لما ضاع تنوي الشرب الجوكة بيك ام نحن هلها نحن تريد ما تقرب من نار تجيك ام واحد فينا حتى بليز واحد فينا حتى بليز ما تقرب من نار تجيك ام واحد فينا حتى بليز دولة ارهاب كوميشة من فساد حكمونا باستبداد ولاد بنغازي مسكر فمه والدم مغرق التراب وظف بلادي كئيب هالضعيف ما يحترموا حتى الشيء دولة ارهاب كوميشة من فساد حكمونا باستبداد ولاد بنغازي مسكر فمه والدم مغرق التراب وظف بلادي كئيب هالضعيف ما يحترموا حتى الشيء اسمع وشوف التصنيف العام الجاري راح حسبوها بنغازي مدينة رعب الاولى في التصنيف خلوها قتل ارواح كيف اللعب فاتت حتى تورا بورا ميريجوانا والحشيش والبترل وقتل تم عادي اما قف بي قف بي قل كانك تبي تدير فلوس بنغازي بلادي المعكوس كانك تبي تفهم تبقى حايز عيش الفاسد والجاسوس في بنغازي تبي تعيش اضمط لسانك انت وغم هي بلادي ما تبي جيش خذ الرشوة تدفع كم ضيعت بلادي قولي ليش وزرعتوا فينا ده السم افضل مدينة هي كانت مشهورة والعالم يشهد توا مكسورة انهالت خذ من فمي ابسط مشهد بو خمادة صرح يحكي يبي امن هالبلاد الولا ذراعة تم يشكي فعلا اعلن الانسحاب نبي نحكي عن مفهومي والوضع اللي نحنا فيه ربي راه كله سياسي انسان عادي مش دبلومات بلادي تم ترز الايف الجزء الثاني يا ما تشوفه من بعدين مش هو الجزء الاخير بلادي تم ترز الايف الجزء الثاني يا ما تشوفه من بعدين مش هو الجزء الاخير دولة ارهاب حكمونا باستبداد ولاد بنغازي مسكر فمه والدم مغرق التراب هذا عيب ما يحترموا حتى شيء فبلادي وضع كئيب كرسي راه ما يدوم الحد خذ العبرة من الضوضاء خذ الواقع خذ الجد الهيتو في الدنيا ونسيت الله ما تقدر توصلني بالراب اوكي